ليه هربت؟ شو رأيك بالمعرض كانطباع أول؟ انطباع الأول رائع. أولا يعني هي إضافة عظيمة لمدينة صيدا، رغم أنه هي بالرميلة مش هيك؟ بس نحن يعني حتى مدخل الرميلة بنقول نحن نرحب بكم في صيدا، فهي منضمنيها لصيدا. فإضافة فعلا إضافة جديدة، وهذه المعارض أصلا يعني يعني منتشرة جدا بالعالم، يعني الناس بتروح كل سنة على ميلانو مشان يعملوا بشوفوا المعارض وبيعرضوا معهم. فإن تجي على مدينة صيدا أنا الحقيقة مندهش ومبسوط، والحقيقة يعني أنا قلت إضافة جديدة بس هي إضافة عظيمة، إضافة يعني حتضيف لمدينة صيدا عمق جديد بموضوع الدعاية يعني. وحتى كسياحيا وترفيهيا لقينا نشاطات، مش بس تسويقيا كمان لاحظنا، فشو رايك بهذا الموضوع؟ ما في شك، ما نحن عم نقول انه الصاله هذه يعني متعدده الاستعمالات، يعني اليوم معرض عام جنرال، المعرض الثاني حيكون الكونستراكشن ماتيريال مش هيك؟ وبعدين ممكن تكون للاجتماعات للافراح لكل شيء. وبعدين يعني صديقي اللي عملها هاي صاحبها وعنده خبرة كبيرة، فيعني ما في شك الشخص اللي ناجح في دبي لازم حينجح بصيدا. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله إلى المزيد من التقدم. خلال كلمة بتحب توجهها لكل أهل صيدا بهذه المناسبة؟ يعني أنا بدي أولا أهني أهل صيدا بأنه صيدا نظيفة ما فيهاش نفايات، هاي أول شيء مش هيك؟ يعني أهل صيدا شايفهم كلهم جين يحضروا عرض أزياء، وهي شيء يعني أكيد كانت صيدا بتنقصها، فأنتم عم تحطوا صيدا بالقرن ال21. يعني بعد 3 أيام اليوم من المعرض أكيد أنه سعداء بنجاح المعرض، وأهم شيء أنه نجاحنا هذا نحن بناخده من الجمهور، الفيدباك تبع الجمهور أو لليوم التعليقات اللي عم نستلمها من الجمهور من الزوار، الحمد لله أنه كله مبسوط وكله راضي عن تنظيم هالمعرض وعن نجاح هالمعرض. بنفس الوقت العارضين المشاركين بالمعرض كمان راضيين عن عدد الزوار اللي عم تجيهم، عم بصير في صفقات، عم بصير في بيع بالمعرض، العارضين مبسوطين من نتائج ايجابيه حصلوها خلال 3 أيام، ومتوقعين ان شاء الله اليوم وبكره انه يكون الشغل افضل ويكون عدد الزوار اكثر. شو بتحب توجه كلمه هيك؟ بوجه كلمه لاهالي صيدا انه تفضلوا شوفوا معرضنا بصيدا، وخذوا فكره عن المعارض وخذوا فكرة عن المعارض التجارية يلي إن شاء الله بتقدم خدمة جيدة لمدينة صيدا وبتقدم دفعة للاقتصاد الصيداوي إن شاء الله. بس غطوا لي الافتتاح كذا بيرش.
لا 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 لا